للمتابعة ينضم إلينا من القاهرة جاستن مانجو الباحث في العلاقات الدولية. سيد جاستن، إلى أي مدى يمكن السير بنفس الوتيرة السريعة لإنجاز بقية القضايا العالقة؟ عليكم السلام والرحمة. أولا القضايا العالقة أكيد هي في طريقة إلى التوقيع ما دام كانت اتفاقية الترتيبات الأمنية حلت بسلاسة وإيجابية بروح من الأطراف المسارعة. نعم، ولكن هناك من يتحدث على أن اقتسام السلطة هو الملف الأصعب. على حسب تحليلي، الترتيبات الأمنية هي من أصعب الاتفاقيات التي يسعى كل الأطراف من تحقيق مكانها في وسط الجيش، باعتبار أن القوة الحاملة للسلاح دائما هي التي تجعل البلبلة في وسط المواطنين. وباتفاق الإطار السابق بين رئيس الفكير مايرديت وزعيم المعارضة رياك مشار وقوة التحالف المعارض وكذلك المجموعة المتخلين السابقين في الخرطوم، هذا يعني أن هنالك إرادة حقيقية للسلام. فكون الترتيبات الأمنية وقعت بعد 26 يوليو فهذا يدل على أن هنالك إرادة حقيقية، أو النفس اقتربت للنهاية، نفس الحرب. فأطراف الحرب الآن يسعون بأي ثمن كان لحل السلام. وباعتبار الخرطوم هي خبرة في هذه الملف، وهي التي تعلم جيدا أسباب الصراعات وبحكم تاريخها ووجودها بجوار جنوب السودان وعلاقتها الحميمة بين زعماء جنوب السودان السياسيين. لذلك نرى أن الترتيبات الأمنية جرت بكل سلاسة. نعم، فهذا يعني أن نتوقع القريب من القريب العاجل في كل البروتوكولات الأخرى الفرج نعم، العظيم. ولكن رغم الاتفاق على الترتيبات الأمنية ما زالت مسألة جمع السلاح من أيدي المواطنين أو الموالين للطرفين ما زالت عالقة. ولكن إخلاء المناطق المدنية من التواجد العسكري، هذا يعني أنه هنالك قوانين والتفاصيل الدقيقة من ضمنها تجميع الأسلحة من أيادي المواطنين. نعم، هي لست بالساهل، ولكن يوجد قانون، بالتالي هي هترفق مع كل الاتفاقيات وهتنزل على أرض الواقع. نعم، فقط إلى أي مدى يستطيع الأطراف المتصارعة في تحقيق الاتفاق على أرض الواقع. ما هي عوامل نجاح هذا الاتفاق حيث كان هناك محاولات سابقة ولم تنجح؟ عوامل النجاح يتوقف في خرطوم باعتبارها واحدة من الدول التي تعلم جيدا الصراع في جنوب السودان، وهي خبيرة بحكم تجربتها في اتفاقيات السابقة من أبوجا لحد 2005 نفاشا. تجعل الخرطوم تسعى بأي صورة كان. هنالك شح اقتصادي بين الدولتين جنوب السودان وحتى أطراف الدول الأخرى يعني. لذلك نرى الإيجاد حولت الملف إلى الخرطوم بكل سهولة. وكانت المفاجأة أنه الأطراف توقع على الوقف لإطلاق النار ومن ثم الترتيبات الأمنية. ولكن فهذا يعني إلى أي مدى يمكن إنه للخرطوم أن توقف التدخلات الإقليمية الأخرى في هذه القضية؟ بإقناعها لأطراف الصراع، وكيف يستطيع خرطوم بحنكتها وبمساكها بزمام الأمور، باعتبار البترول عامل داعم للسودان وجنوب السودان. فهذا يعني لابد أن خرطوم تلعب دور أساسي ودور رئيسي في أنه يقنع الأطراف الترويكا والإيجاد وتنفيذ الاتفاقية في صورة بتجربتها وعلاقتها بالخرطوم باعتبارها الدولة التي ولدت منها جنوب السودان. شكرا سيد جاستن مانجو الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من القاهرة.